وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. خلينا نرحب بخبيرنا التحكيمي الكبير الكابتن سمير عثمان. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا كابتن. حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. النهارده هفاجئك بقى بطاقم تحكيم ولا من اوروبا ولا من المكسيك. يبقى احنا كده فاضل لنا استراليا ونلف العالم كله، وبعد كده اليابان. ما جالناش حد من اليابان ولا جالنا حد من اليابان؟ لا لسه اليابان ما وصلناش. اليابان والصين والناحيه دي لسه الناحيه اليمين ما حدش جالنا، وافغانستان والناحيه دي ما حدش جالنا. احنا شمال بس ماشيين شمال بس. المره دي عدينا المحيط بقى الاطلنطي. ماشيين ايه؟ من ناحيه الشمال. ناحيه الشمال. المهم يا كابتن اسلام، استاذن حضرتك بس انا بقول الحمد لله على السلامه الكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق. لسه كان عامل عمليه جراحيه الاسبوع السابق، واتمنى له كل الشفاء باذن الله ويرجع تاني ان شاء الله لحياته الطبيعيه. ربنا يقومه بالسلامه يا رب ويرجع بالف سلامه لاهله واولاده والاصدقاء ان شاء الله باذن الله. كابتن سمير طاقم تحكيم دولي. ايه دولي ولا مش دولي؟ بص، هو طاقم التحكيم المفروض الطاقم من أربعة. طب قبل ما اقول الاسماء حتى، طب اتفضل. طب مش لازم نقول اسماء، نطلع نشوف التقرير على طول. طيب. وبعدين نرجع نتكلم. هو مش دولي قبل بس ما نطلع التقرير؟ لا مش كله. مش كله دولي؟ ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي بصراحة يعني. فعلا؟ للأسف يعني. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم لهذه المباراة ونرجع نتكلم دولي ولا مش دولي. اختارت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة روبرتو غارسيا لإدارة مباراة المارد الأحمر وضيفه المصري البورسعيدي، يعاونه كل من أندريا هرنانديز وكريستيان كابك والحكم الرابع إريك ميريندا. روبرتو غارسيا أوروسكو يبلغ من العمر 44 عاما، حيث أنه من مواليد 24 من أكتوبر عام 74 بمدينة مكسيكو سيتي. بدأ المكسيكي مشواره في مجال التحكيم موسم 94، ظهر للمرة الأولى في الدوري المكسيكي موسم 2003، وحصل على الشارة الدولية في 2007. تم اختيار غارسيا في 2011 لإدارة مباريات كأس العالم تحت 17 عام والتي أقيمت في بلاده المكسيك، كما تواجد في قائمة حكام أولمبياد لندن 2012، وظهر في مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البيلاروسي في دور المجموعات، وانتهى بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1. كما تم اختيار الحكم المكسيكي ضمن قائمة الحكام 52 لكأس العالم 2014 في البرازيل. شارك غارسيا في إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2016، أدار خلالها مباراة واحدة جمعت صن داونز الجنوب أفريقي وكاشيما أنتلرز الياباني، وفاز فيها الأخير بهدفين من دون رد. أدار الحكم المكسيكي 377 مباراة عبر مشواره الطويل، أشر خلالها 1809 بطاقات صفراء، 35 بطاقة صفراء تحولت لحمراء، و57 بطاقة لطرد مباشر، واحتسب 72 ركلة جزاء. كما قام الحكم المكسيكي بإدارة مباراة الافتتاح في بطولة كوبا أمريكا 2016 بين المنتخب الأمريكي ونظيره الكولومبي. هذا الموسم أدار الحكم المكسيكي 12 مباراة، أشار خلالها البطاقة الصفراء 53 مرة والبطاقة الحمراء المباشرة مرتين، كما احتسب 3 ضربات جزاء. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن سمير، دولي ولا مش دولي؟ يعني ايه طاقم تحكيم بيحكم مباراه لاكبر فريق في افريقيا واكبر فريق في الوطن العربي، والنادي المصري واحد من اكبر واهم الانديه في مصر وفي العالم العربي، ازاي يبقى فيهم حكم؟ ومباراه مهمه جدا كمان. مباراه هامه جدا بالظبط. طاقم الحكام يا كابتن فيه 3 حكام دوليين، والحكم الرابع إريك ميريندا مش دولي، مش موجود في القائمة الدولية. الحكم الرابع؟ طيب لا، الحكم الرابع ده ممكن يبقى حكم رئيسي بعد ثانية. ازاي؟ هقول لحضرتك حاجة، لا قدر الله الحكم الرئيسي أصاب، مين اللي هينزل؟ الحكم الرابع.
لان الحكم الرابع ده بيبقى حكم ساحه مش حكم صفاره. وانا طبعا قبل ما بخش بحاول احضر بس بشوف اسم الحكم. الحكم اللي هيحكم النهارده حكم كويس جدا المفروض تاريخه يشفع له حاجات كتيره جدا. حكم كويس يعني يعني فنان كويس قوي من وده اللي يهمنا بصراحه. خلاص احنا قلنا كده الدوليه مش هنفتح بقنا في اي حاجه. نهايه المباراه من 2007 ولعب نهائي كاس عالم الناشئين تحت 17 سنه في 2011 بين الأوروغواي وفرنسا. فواضح انه حكم يعني فنياته عاليه. بس انا بتكلم يا كابتن في نقطه تانية. المفروض الطاقم الحكام اللي يجي لازم بالكامل دي لان دي في قائمه بشكل كامل طبعا لان انت بتبعت انت عاوز طاقم حكام دولي ما ينفعش يبعت لك 3 و1 زي انت ما بتبعت بره لازم طول عمرهم يبقوا دوليين. ودي طبعا مسؤوليه لجنه الحكام الرئيسيه هي لازم تتاكد الطاقم اللي جالها بالاسامي اللي جايين لنا دول دوليين ولا لا لانهم جايين بقيمه ماليه كبيره. بس هنا بقى عندي استفسار يا كابتن اسلام معاك كده سريعا. احنا عارفين القيمه بتاعه استخدام الحكام الاجانب 25000 دولار مظبوط. انا بس عندي استفسار ازاي تبقى القيمه ثابته اما حكام يجوا من اوروبا ب 25000 دولار وحكام برضو من المكسيك يجوا ب 25000 دولار. طبعا هي علامه بالنسبه لي انا هي علامه غريبه شويه لان انت عارف تذاكر الطيران هتختلف طبعًا. فانا اوريدي انا شايف المبلغ ده 25000 دولار ده مبالغ فيه تماما يعني. انما اتمنى التوفيق النهارده. روبرتو جارسيا من الحكام مشهود لهم بالكفاءه وعنده جرأه مش يعني النجوم مش بتزغل العينيه. واحنا زي ما قرينا على بعض المواقع انه ادى كروت صفراء لمعظم عظماء لاعبي العالم في امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. ده يدل ان حكم مش بيخاف جريء فنيته ان شاء الله عالي. من بعض المباريات الواحد اتفرج عليها معاه مساعد الاولاني عنده 42 سنه في القائمه الدوليه من 2014 ومعاه كريستيان كاباك ده لسه حكم دولي جديد مساعد لسه داخل القائمه الدوليه السنه دي في 2019. ادى انذار لميسي بالظبط وادى انذار برده لنيمار. فواضح مش بتزغللوا نجوميه اللعيبه لان في بعض الحكام اللي بتبقى شخصيتهم ضعيفه شويه ما يروحش للنجوم ويدي لهم انذار عشان ما يحتكش بيهم. بس واضح ان الحكم بتاع النهارده حكم جريء فنياته عاليه. اتمنى له يا رب كل التوفيق ويبقى استفاده للحكام المصريين نتفرج عليه النهارده ونستفيد منه يا رب ان شاء الله. عجبك حكم مباراه الزمالك وبيراميدز؟ لا خالص. شخصيته كانت ضعيفه في الملعب. الكروت اللي استخدمها الناس كلها بتقول انها كروت كتيره. لا بالعكس ده فيه هو ادى حوالي 6-7 انذارات. لا في المباراه دي على الاقل كان في حالتين طرد كان لازم يشر ليهم الكارت الاصفر في المباراه. كان طارق حامد وفي لعيب برضو من بيراميدز اوكي بس انا مش متذكر اسمه. انما بس بتاع طارق كانت واضحه جدا لان طارق خد الانذار الاولاني مستحق لانه اعلى درجات التهور. في كوره تانية كان لازم برضو ياخد البطاقه الصفراء. شخصيته ما كانتش عاليه بصراحه في المباراه وادت فيها يعني كان في مشاكل كتيره في المباراه يعني. طيب يمكن عشان كده جابوا حكام المكسيك. المكسيك يعني بص خلي بالك يا كابتن بعيده. ما انا بقول لحضرتك احنا فاضل لنا اسيا وحكم من استراليا يبقى كده لجنه الحكام لففتنا الكره الارضيه كلها. هيعملوا ايه؟ مش الانديه اللي بتطلب يا كابتن اسلام. اطلب زي ما انت عاوز بس هات حكم اليت ايه حكم نخبه انت عارف اسمه تمام. لازم منك دي بقولها على طول اليت ايه. وده لازم ده لازم نخبه ايه دول هم بيحكموا في كاس العالم وهم بيحكموا في الدوريات اللي جنبينا. هي النقطه يا كابتن طالما انك بتطلب لازم تجيب حكم كويس اسمه سابقه يسهل لك المباراه. يا رب الطاقم بتاع النهارده ينجح في المباراه وان شاء الله هينجح يعني باذن الله. بس انا الان من حاجه ايه برضو النهارده هو المكسيكيين والكره الامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه بيبقوا ايه سخنين شويه وحامين تفهم ازاي برغم هو قانون كره القدم واحد بس بيبقى اسلوبهم في اداره المباراه بعض الاحيان بيبقى شيء في شيء من العصبيه شويه. نتمنى يا رب كل التوفيق. احنا دايما قبل الماتش بتدينا الخطه اللي هيمشي عليها الحكم المباراه. يعني نتمنى له طبعا كل التوفيق يا رب باذن الله بغض النظر عن المكسيك او من هنا او من هنا ولكن نتمنى له كل التوفيق ويخرج بالمباراه الى بار الامان ويدي العدل للفريقين باذن الله ان شاء الله. مشكورك جدا يا كابتن سمير وان شاء الله نلتقي بعد المباراه ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن سمير عثمان. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل 3 من نجومنا الكبار النجم الكبير كابتن فتحي نصير النجم الكبير الكابتن احمد بلال النجم الكبير الكابتن اسامه حسني بعد هذا الفاصل.